لكن الان نحب نستضيف معنا الان احد الفارسات السعوديات نرجس. اهلا وسهلا. معانا طبعا سمح سيف. اهلا وسهلا. وطبعا معانا بعد ضيف ثالث اللي هو المشهر. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. واحب اقول للمتابعين الكرام كل سنه وانتم طيبين، عاد عليكم بصحه وسلامه يا رب. سما، انتوا ما شاء الله مجموعه من الفارسات، عندكم العديد من الفعاليات. اينا. خبرونا وش قاعدين تسووا وتجهزوا للزوار للعيد؟ احنا مجموعه بنات حبينا نكون فريق معين لنا واسمينا فريق سمر خيل الفروسي، اول فريق نسائي سعودي في المملكه. طبعا احنا الحين متواجدين بسوق عكاظ، عندنا مجموعه فعاليات اللي هي عروض على الخيل، ركوب الخيل. ممتاز. انا ومجموعه من البنات ومجموعه كم من حاليا اللي موجودين بفعاليه سوق عكاظ، احنا اربع فارسات وواحده معنا احتياط. طبعا مع مجموعه من الفرسان اللي هم فرسان مركز الجعيد اللي هو فرسان سوق عكاظ. حلو، غطينا عليكم يا سلطان ولا لا؟ بس برضو احنا موجودين، بس اليوم لكم هذا يعتبر في سوق عكاظ اول مشاركه للنساء والفارسات تحديدا في سوق عكاظ. انتم بتقدم عروض حيه، اشرحي لنا العروض هذه كيف طريقتها. طبعا العروض اللي احنا بنقدمها مشتركه بيننا احنا والشباب. العروض اللي بنقوم فيها احنا البنات لوحه فنيه بنقدمها احنا البنات على ميوزك، هذه كذا جميل جدا، لوحه تراثيه. حلو. بنكون شايلين بايدينا ارماح. في لوحة ثانية بنقدمها بنستعرض فيها مهارتنا، هي انطلاق الخيل بدون ما نكون ماسكين لجام الخيل، رافعين بإيدنا قطعة من القماش. وأيضا في عندنا التقاط، فقرة التقاط الأوتاد اللي هي فقرة اللعب بالرمح، طبعا إحنا البنات نقدمها. سماء، هذا الخيل هو حقك يعني؟ إيه؟ من أنت صغيرة ولا؟ الحصان هذا امتلكته تقريبا قبل 6 سنوات. حلو. والحمد لله يعني من الخيول الجميله جدا العربيه الاصيله. طيب وش معناه؟ ليش سميتي المشهر؟ هو جاني اسمه كذا، والمشهر هذا اسم حصان الزير سالم. طبعا معروفه قصه الزير سالم وكليب، فحبيت الاسم والحصان بطل ويستاهل الاسم هذا. كيف علاقتك معه؟ جدا جميله يعني. حلو. بيننا علاقه عشق. جميل. طيب ايضا وش الفعاليات اللي راح تسووها؟ هل تدوروا مثلا تطلعوا من المكان المخصص لكم الى سوق عكاظ كامل ولا كيف؟ لا، احنا عندنا عرضنا يقام على مساحه 20,000 متر. أوكي. موجوده عندنا هنا بالسوق، مجهزينها من اكمل وجه، سواء مدرج للمتفرجين والمكان الاستيج اللي احنا بنقوم فيه عروضنا. طبعا في عندنا مدرسه للزوار بحيث انهم يقدروا يركبوا اطفالهم يعني كتدريب يعني. ايوه كتدريب. أوكي. لمده وقت معين. كنتوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. إينا. هل هذه أول تجربة لكم على أرض الواقع ولا كانت لكم تجارب سابقة؟ إحنا كان لنا تجارب سابقة. إحنا طبعا قدمنا مسيرة اليوم الوطني 88 السنة اللي فاتت. جميل. وأيضا قدمنا عرض أمام مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك الأمير خالد الفيصل. حلو. وكرمنا من خالد الفيصل. ما شاء الله. وحاليا إحنا في أكبر فعالية، وهذا الإنجاز اللي وصلنا له اللي هو سوق عكاظ كان شرف لنا صراحة. أيضا نرجس يعني أريد أن أنوه نقطة إنه مشاهدينا كذلك إنه سوق عكاظ اليوم الفارسات السعوديات هي فقرة من ضمن أكثر من 30 فعالية موجودة في سوق عكاظ. اليوم نتكلم في سوق عكاظ أكثر من 2000 ممثل متواجد اليوم لتجسيد قصص تاريخية. نعلم إنه سوق عكاظ يعني يعتبر ملتقى للعرب وحقبة زمنية سابقة. اليوم أكثر من 2000 ممثل موجود، أكثر من 500 حصان، أكثر من 500 من الركوب الموجودة اليوم. هذه الفعاليات كلها متواجدة طيلة الشهر نرجس يعني. حلو. ليس فقط أنه يعني الفارسات موجودة أو الفني أو الفرق الفنية، لا، في فعاليات كثير موجودة. ونوه أنه إن شاء الله طلعتنا الجاية بالضبط. حقيقي هذه دعوة إلى الناس أنهم يجوا، أهل الطايف والقريبين من الطايف يجوا لهذه الفعالية المتنوعة، وخاصة فترة عيد وناسة ويعني حاجات حلوة أكيد. وإحنا كمان نوعد المشاهدين أنه طلعتنا الثانية إن شاء الله حيكون فيها حنلتقي مع الناس وحنعيش مع الزوار ونرصد فرحة العيد معاهم إن شاء الله، ونشوف الأطفال كيف عايشين الفرحة. أيضا نلتقي كمان بأحد الشخصيات المعروفة وراح نخبركم إن شاء الله فيها في الطلعة الثانية إن شاء الله. طيب يعطيكم العافية سلطان ونرجس.